الأعزاء، سنستكمل إن شاء الله في هذه المحاضرة المواضيع المتعلقة باللور ريسبيراتوري تراكت كونديشنز. وصلنا إلى موضوع السي أو بي دي، ألا وهو كرونيك أوبستراكتيف بولموناري ديزيز. طبعا لو أجينا إحنا كرونيك، معناته لما نقول إحنا هو كرونيك معناته هو unreversible، يعني هو ما بيرجعش، مش هيرجع إلى الوضع الطبيعي، ولكن ممكن إنه يصير إنه الوضع المريض يكون stable ويرجع لحالة ستيبل، ممكن في النهاية أو في وضع آخر إنه يعاود يرجع إلى سي أو بي دي. يعني ما فيش أنا في عندي complete reversible، ما فيش complete healing، ما فيش شفاء كامل من اللي هو الكرونيك obstructive pulmonary disease. فبالتالي إحنا بنقول عنها إن هي not إنه تعتبر، يعني إنه هي بعتبرها أنا إن هي not fully reversible، يعني ما بترجعش بشكل كامل، إنما هو فقط انه ممكن انه يكون في وضعيات ستيبل، او ممكن في اي وقت اخر انه يرجع المريض الى السي او بي دي. فعشان هيك احنا بنقول عنه انه هو كرونيك. كلمه اوبستراكتيف يعني عند انسداد، وهو طبعا ديزيز بيصيب اللي هو البولموناري وخاصه اللور تراكت او اللور ريسبيراتوري تراكت. يبقى هو جروب اوف كونديشنز، يعني هو ليس ديزيز واحد، انما هو عباره عن مجموعه من الامراض بتكون متعلقة. لو اجتمع فيها أي واحدة منها احنا بنعتبر انه هو عنده المريض COPD. Which lead to resistant or of air flow، يعني انا بالتالي هي هذه الأمراض أي واحد منها يصاب به المريض بنقول عنه انه هو عنده COPD. في النهاية انه بيصير في عندي resistance of air flow. resistance يعني عندي انا بيبدأ مقاومة للاير فلو، يعني الاير واي obstruction، مسكر، في عندي حاجة مسكرة عندي الاير فلو، يعني في اير واي بيدخل، في اير بيدخل، ولكن في حاجه ريزيستنس، في حاجه بتقاومه، في حاجه بتمنع دخول هذا الاير الى البرونكاي او الى الالفيولاي، في حاجه منعاه، هذا اللي بنسميها السي او بي دي. طبعا السي او بي دي بيحتوي على 3 ديزيزز اللي هم الكرونيك برونكايتس، الامفيزيما، والبرونكيال ازما. هذول الثلاث انواع او الثري ديزيزز اللي هم يندرجوا كلهم من ضمن COPD. لو البيشنت اصيب باي واحده منها نعتبر انه المريض بدا يدخل في مرحله COPD او هو يعاني من COPD. طبعا هذه الكلينيكال مانيفستيشن ان جنرال عباره عن ديسنيا، لانه انا عندي اير واي ريزيستنس او الاير فلو ريزيستنس، يعني الاير ما بيوصلش بشكل جيد الى الالفيولاي لانه في عندي حاجه ريزيستنس. يعني مثلا في مرضى البرونكيال ازما بيصير في عندي البرونكايتس، بيصير يبدا فيها بيبدأ يصير فيها برونكو كونستريكشن، بيبدأ يصير عندي ضيق في القصبة الهوائية، فبالتالي هذا يعتبر هذا الأوبستراكشن أو هذا الضيق يعتبر بيعمل لي ريزيستنس للإير واي، ما بيدخلش للإير فلو، ما بيدخلش بشكل جيد، فبالتالي بيعاني المريض من ديسني. هيكون عنده كف لأنه بيصير عنده ميوكاس وسكريشنز وإيريتيشنز، هيصير عنده أيضا ويت لوس، وممكن يصير عنده يوزنج اوف اكسسوري ماسلز، بيبدا يستخدم الاكسسوري ماسلز اللي هنعرفها الان اماكنها بحيث ان هي تساعده في عمليه البريثنج، لانه احنا عارفين انه عمليه البريثنج طبعا هي بتتم انه فيها انسبيريشن واكسبيريشن، لكن احنا طبعا انه في عندي البريثنج الماسلز هي اللي بتعمل او هي لها الدور الكبير في عمليه البريثنج. لو اي بيشنت بيعاني من ماسكولار ديسوردر او نيورو ماسكولار ديسوردرز، عنده مشاكل في المسلز، مش هيقدر ياخد بريثنج. فبالتالي انا في عندي مسل اوف بريثنج، هذه المسلز اوف بريثنج بتساعد على عمليه اللي هو الانسبيريشن والاكسبيريشن. هذه المسلز تتمثل مثلا في الدايفرام، الانتركوستال مسلز اللي ما بين الريبس، او الاكسسوري مسلز، هذه بتساعد الانسان بحيث انه يحسن من عمليه البريثنج. فبالتالي لو المريض استخدم الاكسسوري ماسلز معناته هو مش قادر ياخد بريثنج، انه في عنده شويه ديسنيا، فبيبدا يحاول انه يعمل كومبنسيشن، يبدا يعوض بحيث انه يقدر يعمل بريثنج بشكل افضل. الكومبليكيشنز ان جنرال، هذا كله كلام ان جنرال اللي ممكن تحصل للسي او دي، ممكن يصير عنده ريسبيراتوري انسفيشنسي، يعني عدم كفاية للأكسجين وللإير اللي واصل إلى الألفيولاي أو إلى اللنج. ريسبيراتوري فيلير بيبدأ يدخل في فشل في اللي هو الجهاز التنفسي، أو بنسميها أكيوت، إنه ممكن يدخل في أكيوت ريسبيراتوري فيلير. كل هذه الأشياء
ممكن انها المريض يدخل فيها ككومبليكيشن. ممكن كمان يصير في عنده نيمونيا، الا وهو الالتهاب الرئوي كما تكلمنا عليه في المسبق في السابق. عندي ايضا الميديكال مانجمنت وهو الاكسجين ثيرابي، افضل علاج لمرضى السي او بي دي هو اكيد يعني معظم اللي هو الريسبيراتوري ديسوردرز، اكيد افضل علاج واللي هو البريوريتي لنا احنا ان احنا نحطه على اكسجين ثيرابي، ومن ثم نشوف الان الاشياء الاخرى، نشوف الكوز نحطه في بوزيشن لو بيحتاج برونكو دايليتور او بيحتاج اي دراجز. فبالتالي اهم حاجه دائما احنا كبريوريتي لنا نيرسينج ان احنا نحطه على اكسجين بوزيشن، على اكسجين ثيرابي، ونحطه في بوزيشن مناسب الا وهو في سيمي فابلر بوزيشن. نيوبولايزيشن ان احنا نبدا نعطي له نيوبولايزر يعني اللي هي التبخيره يعني، ونبدا نعطي له هذه النيوبولايزيشن، نحط له فيها مثلا فينتولين، هذا زي تبخيره الفينتولين اللي هي تعتبر برونكو دايليتور، اي هي موسعه للشعب الهوائيه، يمكن نسميها انهيلد برونكو دايليتور، موسعه للشعب الهوائيه عن طريق الاستنشاق. النيرسينج مانجمنت طبعا احنا لازم نعلم المريض انه يعمل بريثنج اكسرسايز، الا ما هو الديب بريثنج والكافينج اكسرسايز لازم المريض يعملهم، خصوصا دائما كبوست اوبرتيف، او لو المريض بيعاني من اي ريسبيراتوري ديس اوردرز لازم احنا نقول له يعمل ديب بريثنج بحيث انه يقدر يدخل نسبه اير اكثر الى اللنج ويخفف من الريزيستنس اوف اير فلو. بروموتنج سموكينج سيسيشن لازم نقول له انه لازم يتجنب او يعمل اقلاع عن طبعا السموكينج، لانه كله طبعا بيزود من نسبه السي او 2 وبيساعد في عمليه من وجود الريزيستنس للاير فلو. انكورج ذا بيشنت تو ستوب سموكينج، لازم اشجعه انه يوقفه. اكسبلين ذا ريسك اوف سموكينج، ونبدا نوضح له ايش هي المخاطر بتاعت السموكينج. رينفورسمنت ثرو التليفون، يعني ممكن احنا نعمل اعاده تعزيز وإعادة تأكيد على المريض من خلال استخدام مثلا التليفون أو من خلال المسجز إن احنا نبعت له رسائل تذكير بالريسكس أوف سموكينج. النيكوتين ريبليسمنت ثيرابي ممكن ناخد إنه نعطي له علاج بديل عن النيكوتين، بياخد بعض الدراجز بحيث تخفف من نسبة النيكوتين اللي بيتناولها البيشنت. في عندي امبروفنج جاز اكسشينج، وهذا يعتبر كجنرال جول بنسميه امبروفنج جنرال جاز اكسشينج، بيدخل فيه تحتها اللي هو النيرسينج انترفنشنز. النيرسينج انترفنشن لازم نشوف الان مونيتور فور ديسني اند ويزنج، نشوف لو في عنده ويزي تشيست ولا في ويزي تشيست، ونبدا نعطي له بعض البرونكو دايليتور والكورتيكوسترويدز. ودائما الكورتيكوسترويدز بيتم وصفها بشكل كثير لمرضى السي او دي او اي ريسبيراتوري ديسوردرز، لانه بيشتغل بشكل جيد على الريسبيراتوري ديسوردرز او على السي او دي، انه بيساعد انه بيعمل يعني بيخفف من اللي هو البرونكو اسبازم لو كان موجود، بيخففه بيعمل ريلاكسيشن للمسلز، احنا دايما بنسميه هو ماجيك دراجز، فبيعمل او بيشتغل على كل حاله. ممكن يستخدم كمان انه كانالجيزيا، ممكن يشتغل، فهو بيشتغل اكثر من شغله الكورتيكوستيرويدز. Achieving airway clearance لازم أنا يتم تحقيق إنه عند الايروي كليرنس ما فيش فيها أي ريزيستنس. Teaching patient self care لازم أنا أعلم المريض إنه كيف يبدأ يعتني في نفسه، كيف يقدر يبعد عن الايريتنتس، عن الأشياء المهيجات اللي هي ممكن تسبب له سي أو دي أو تسبب له مثلا الأزمة أو البرونكايتس، يبعد عن السموكينج، يبعد عن الاير بوليوشنز، يبعد عن أي شيء ممكن تعمل له irritation. Avoiding elevated in body temperature لازم يتجنب ما يصيرش في عندي أي ارتفاع في درجة الحرارة. And altering lifestyle لو هو المريض عنده COPD والCOPD هو كرونيك، يبقى هيضل عنده مدى الحياة، فبالتالي لازم يغير من اللايف ستايل تبعه، يغير من نظام اللي هو التعرض لأي pollutions، التعرض لأي smoking، ممكن يغير نظام اللي هو النيوتريشن اللي بياكله المريض. دائما لازم يتم تغيير لكل اللايف ستايل بحيث انه يبدا يصير في عنده ادابتيشن مع السي او بي دي. اول واحد من السي او بي دي او اول ديزيز من هذا الجروب اوف ديزيزز الا وهو الكرونيك برونكايتس. احنا عندنا البرونكايتس في منها اكيوت وفي منها كرونيك، والاكيوت طبعا هذا ما بتستمرش كثير الى حد لا تستمر كثير الى حد فقط 3 شهور. اذا استمرت الاكيوت برونكايتس الى اكثر من 3 شهور نبدا نقول انه المريض بدأ يدخل في chronic bronchitis. فهو inflammation in bronchial tree بيبدأ يحصل عند المريض انه يصير في عنده التهاب، بيبدأ يحصل هذا الالتهاب والانفكشن في البرونكيال tree في القصبة الهوائية الشجرة بتاعتها، وبالتالي بتكون مصحوبة دائما بكف
وتستمر زي ما حكينا إلى أكثر من 3 شهور. طبعا إن هم other causes for cough have been excluded، يعني ممكن يكون أي أسباب أخرى كمان ممكن هي اللي تسبب لنا الكف، لكن في النهاية إنه دائما ما يميز الكرونيك البرونكايتس إنه دائما بتكون مصحوبة بالكف. الريسك فاكتور أكيد هيكون في عندي اللي هو الهيفي سموكر، الانهاليشن اوف كولد اير، واللي يعني الناس اللي صار عندهم استنشاق للكولد اير او يعني في الشتاء واستنشق بعض الهواء البارد، ممكن يعمل له برونكوس بازم، لانه دائما الاشياء الكول او الكولد دائما بتعمل اللي هو كونستريكشن، بتعمل ضيق في اي شيء، خصوصا مثلا في البلاد فيزلز او في البرونكو او في البرونكاي، فبالتالي ممكن يصير عندي برونكوس بازم، اي معناته ضيق وفي اللي هو القصبة الهوائية، وبالتالي بيحصل عند المريض البرونكايتس. ممكن الناس اللي ممكن يصير عندهم الاير بوليوشن بتعرضوا لتلوث الهواء، او اي اريتيتس اي مهيجات بتعمل على اريتيشن اوف او اريتيتس اوف ميوكوزا تو سكريت ميوكس، انه الان هذه الميوكوزا الطبقة المبطنة للانترنال اورجانز ممكن انه تبدا تساعد، او انه يحصل عندي لو صار فيها اي انفلاميشن او اي ريتيشن اي حاجه حفزتها عملت لي انفلاماتوري ريسبونس فيها، ممكن يصير عندي سكريشن اوف ميوكاس، انه بيبدا يظهر عندي اللي هو الميوكاس والسكريشنز تتكون في داخل او على هذه الميوكوزا، لانه دائما هذه الاريتانتس هذه طبعا دائما وين في اريتيشن وين في اريتانتس وين في مهيجات، زي مثلا السموكينج، او السموكينج يعني التدخين يعتبر اريتانتس، الاير بوليوشنز يعتبر اريتانتس مهيجات، كل هذه تعمل هايبر سكريشن اوف ميوكس، فبيبدا يصير عندي نسبه الميوكس بتزيد، ويبدا زي ما حكينا يصير في عندي الانفلاميشن بيبدا يزيد عند المريض مع الاريتيشن، لانه يعني وجود الاريتيشن دائما بيعمل عندي انفلاميشن، هيعمل التهاب في هذه المنطقه، وبالتالي بيبدا يصير في عندي الميوكاس برودكشن. زي ما احنا شايفين هنا طبعا الكرونيك برونكايتس هذا طبعا هيلثي، الليومن طبعا بتاع اللي هو البرونكاي ما فيش فيه اي سكريشن ولا اي اوكلوجن، لكن هنا طبعا في عندي انفلاميشن موجود حواليها، وفي الان هذا كله الان اللي هي الاكسس ميوكاس، بيبدا الان الميوكاس تتكون مع الانفلاميشن، فبالتالي بيبدأ المريض انه يدخل في البرونكايتس. الساينز والسيمبتومز هنلاقيها اكثر ما يميزها الا وهي البرودكتيف كاف، دائما وين ما نسمع في الكرونيك برونكايتس دائما بتكون مصحوبة بكاف، كرونيك برونكايتس نحفظها ان هي على طول معها برودكتيف كاف، لانه برونكايتس معناته انفلاميشن في البرونكاي، والبرونكاي لانه هذه فيها الميوكوزا وين ما يصير فيها انفلاميشن على طول بتكون عندي السكريشنز والميوكس، وبالتالي هيكون عندي برودكتيف كاف. برودكتيف كاف يعني كحه فيها بلغم، هيطلع معايا بلغم، هيطلع مع ميوكس داخل او من هذه او من هذا الكف. واذا بيج اماونت اوف ميوكس هيكون عندي كميات كبيره من الميوكس ديسشارج، ذا سيتويشن ويل بي انكريزد ان ذا وينتر، وهذه الاشياء بتزيد اكثر في الوينتر تايم او في فصل الشتاء، لانه قلنا الكولد اير بيساعد انه يعمل لي انفلاميشن، بتعمل لي اريتيشن للبرونكاي. الدياجنوستيك فايندنج افضل حاجه لها هو الشيست اكسام، دائما بجيب اسئله مثلا افضل حاجه بتعطيني للدياجنوستيك فايندنج هي الشيست اكس راي وممكن الاي بي جي، لكن في الافضل من هذول التنتين، لكن الافضل من هذول التنتين انه ممكن انه ينعمل مثلا سي تي، لو كان احنا الشيست اكس راي مش واضحه فممكن انه السي تي توضح اكثر، لكن في النهايه انه دائما لو اجاني سؤال ايش افضل حاجه في السي تي، واجاني من افضل الاشياء ممكن انه هي تعمل لي دايجنوستيك فايندنج للبرونكايتس او الكرونيك برونكايتس، هو الشيست اكس راي ممكن توضح عند البيشنتس، والاكثرهم دقه اللي هو الكالتشر، الكالتشرد اند سنسيتيفيتي، ان احنا ناخذ عينه ونبدأ نوديها على المختبر ونشوف ايش نوع الميوكس وايش نوع البكتيريا اللي موجود على هذا الميوكس، هل في عنده انفلاميشن ولا ما فيش عنده انفلاميشن. يبقى الاكثر دقة من هذول التنتين اللي هو الكلتشر اند سنسيتيفيتي تيست.
المانجمنت طبعا لازم يكون في عندي افويد اند بريفنشن اوف ريسك فاكتور. كل الريسك فاكتور اللي احنا حكيناها لازم يتجنبها المريض، لانه هي دائما هذا السي او بي دي او البرونكايتس او الازمه او الانفيزيما دائما احنا بنسميها كنترولابل ديزيزز نوت كيورابل ديزيزز، يعني هي اشياء بيتم التحكم بها. يعني المريض مثلا اللي بيعاني من البرونكايتس وبدا يعمل بريفنشن ويبدا يبتعد عن او اللي هو من عن الريسك فاكتورز، معناته هو عمل كنترول، بدا يتحكم في هذه السي او دي او في البرونكايتس، وبالتالي هو لن يصاب باي بروبلم. لكن هي نوت كيورابل، لانه قلنا هي عباره عن كرونيك مش كيورابل، ملهاش علاج. قلنا not fully reversible، ما بترجعش بشكل كامل. ف avoid and prevention of risk factor خصوصا للسموكينج. ممكن ياخد antibiotics لانه هو ده inflammation موجود عند البيشنت، microbe bacteria. لازم يتخذ بعد الكالتشر and sensitivity if there is a changing in mucus color، يعني لو صار عندي اي تغير في الميوكاس كولر ممكن احنا ناخد كالتشر اند سنسيتيفيتي، بحيث ان احنا نحدد ايش نوع الميكروب المناسب وايش الانتي بايوتيك المناسب له. ممكن ياخد برونكو دايليتور زي مثلا الفنتولين او الامينوفيلين، بعض الاستيرويدز كان بي جيفن زي اللي هو الكورتيكوستيرويدز ممكن ياخده ويتم اخذه بحيث انه يخفف من الساينز والسيمبتومز اللي بتظهر عند البيشنت. في عندي حاجه اسمها برونكوكتيسيس. هذا البرونكوكتيسيس مهمة إن إحنا نكون عارفينها كمصطلح. لما نتكلم عن البرونكوستيسيس عبارة عن كرونيك ريفيرزابل دايليتيشن أوف ذا برونكاي، يعني بيبدأ يصير في عندي توسع وتمدد في البرونكاي، يعني البرونكاي بتكون متمددة بتكون واسعة. هذه البرونكاي إيش اللي بيصير فيها؟ إنه هذه البرونكاي it may result from infection or obstruction، يعني مش طبيعي انه هي تتمدد بشكل يعني بشكل اكثر من اللزوم. يعني انا في عندي دايمتر في قطر معين لازم تكون في البرونكاي، نقول مثلا نقول 5 مثلا ملي، لكن اخو 5 سنتي دايمتر، بتلاقي هنا الدايمتر صار 7 او صار 8 الدايمتر، القطر زاد، هاي بنسميه برونكوكتيسيس، اي معناته هي بالعربي تمدد وتوسع القصبة الهوائية، تبدأ هذه الآن تتوسع زيادة عن اللزوم. طبعا سبب تمددها هو برضو الانفكشن، أو لو في أي obstruction موجود ممكن يؤديها إن هي تتمدد علشان تتخلص من هذا الobstruction اللي موجود. The patient coughs up a purulent sputum، برضو بيبدأ الآن يعمل coughing للسبيوتم، وهذا السبيوتم بيكون purulent يعني فيه صديد، معناته إن هو لونه بيكون greenish or yellowish، which may contain blood، ممكن يتم احتوائه ويحتوي على blood. The patient coughs up زي ما حكى purulent. Treatment consists of antibiotic drugs to control the infection، يعني الحل الوحيد انه ياخذ هو antibiotics، هو عبارة يعتبر في النهاية inflammation، وبالتالي ممكن ياخذ antibiotics بحيث انه يخفف من اللي هو الميكروب ويتم eradication or elimination of مايكروب، and physiotherapy to drain the sputum، بيبدأ يعمل له physiotherapy أو percussion بالأخص، بحيث إنه يبدأ يحصل عند المريض expelling of the sputum. اللي بعده عندي اللي هو الإمفيزيما، وهذا الإمفيزيما معناته إنه الألفيولاي of the lung are enlarged and damaged، يعني عبارة عن تضخم الحويصلات الهوائية. الحويصلة الهوائية بتبدأ تتضخم وبتبدأ يصير في لها دمج، بتبدأ الآن تخرب وتبطل شغالة، بتبطل تأدي الشغل اللي مفروض إن هي تأديه، إن هي تبدأ تعمل receiving للأكسجين from air، وتبدأ تعمل أيضا gas exchange ما بين الألفيولاي، بتبدأ تعمل تبادل الغازات ما بين الألفيولاي نفسها وما بين البلاد ستريم. الآن هذا الألفيولاي مش شغالة، صار لها انلارجد تضخمت، صار لها دمج خربت، وبالتالي مش هتقدر تأدي الوظيفة اللي عليها الا وهي الفنتيليشن، which reduces the surface area for the exchange of oxygen and CO2، وبالتالي انا بيصير في عندي نقص في السيرفيس اريا في السطح
السطح المنطقة بيبدأ يقل، بيبدأ تقل حجمها، بتقل هذا حجم هذه الألفيولاي، وبالتالي هي مش هتقدر تأدي وظيفتها اللي هي جاز اكسشينج، إنها تبدأ تعمل اكسشينج ما بين الأكسجين والسي أو 2، إنه بحيث إنها تعمل اكسشينج مع البلاد ستريم، فبالتالي بيعمل لي خلل في عملية الفنتليشن. هذا الإنفيزيما لازم احنا نكون عارفين انه the chest will bend forward، هذه تعتبر يعني الساينز والسيمتومز اللي بتبين على المريض انه بتلاقي عنده الشيست بيكون منحني الى الامام، يعني تلاقيه دايما صدره مقدم الى القدام، بنسميها دورزال كيفوسز. دورزال كيفوس يمكن في صورة هان، انه هاي هي كيفوسز، انه بيبدأ ينحني الى الامام، ظهره بيكون محني الى منطقة الامام، هاي بنسميها الدورزال كيفوسز. اهم ما يميز الانفيزيما، كل ديزيز له اشياء بتكون سبيسيفيك كاركترستكس له، يعني الاكوت برونكايتس اكثر ما يميزه هو السبيوتم، السبيوتم كاف. اما الانفيزيما اكثر شيء ما يميزها ان هو بيصير عندي دورزال كيفوسز، وممكن يصير عندي ريتراكشن اوف ذا سوبرا كلافيكولار فوسا causing parallel chest، يعني بتلاقي ان المنطقة السوبرا كلافيكال يعني منطقة عظمة الترقوة هذه بتبدأ يصير لها ريتراكشن، تبدأ الآن تبرز إلى الأمام، وبالتالي بيبدأ يحصل عند المريض ما يسمى اللي هو بارل اللي هو chest، اللي هو بنسميه في العربي بنسميه صدر الحمامة. هذا البارل chest بيحصل لما يكون عند المرضى انفيزيما، فبالتالي المهم ان احنا نكون حافظين هذا البارل تشيست، لان معظم المرضى اللي بيصير عندهم انفيزيما بتلاقي عنده شيست بيكبر شيسته وبيصير زي شكل الحمام. also هايبوكسيا كمان لازم احنا نكون عارفين انه الهايبوكسيا ممكن يصير عنده هايبوكسيا نقص في الاكسجين، يصير عنده اوديما of the lower extremities، تبدأ ال lower extremities تبدأ تتورم عند ال patient، ممكن يصير في عنده neck vein distension أو distended، يصير عنده بروز لل vein اللي موجود في منطقة ال neck، ممكن يصير عنده liver congestion تتأثر ال liver can occur due to right side failure، ممكن هذه الأسباب كلها نتيجة إنه ممكن يصير عندي right side failure. يبقى أنا عندي إنه أكثر ما يميزه إنه dorsal kyphosis والparallel chest، وممكن يصير عنده right side heart failure. right side heart failure هيحصل عنده edema في lower extremities و neck vein distended، وممكن يصير عنده liver congestions، congestion تبدأ حتى الليفر تتأثر، كل هذا نتيجة انه صار عند ال alveoli صار فيها enlarged وبدأ يصير في الها damage. زي ما احنا شايفين هنا انه هاي عندي هنا normal alveoli، هذا ال alveoli صار لها enlarged، كبرت يعني من جوا وصار لها damage، بطلت الآن شغالة بشكل جيد، مش قادرة إنها تعمل gas exchange. طبعا هذا بيبين لي إنه زي ما حكينا إنه أنا عندي هاي السوبرا external fossa، المنطقة هذه الأمامية، بنلاقي إنه هي بتبدأ يصير إلها دخول إلى بتبدأ تدخل يعني لجوه، فهذا اللي هو ما يسمى بالبارل chest. فزي ما حكينا انه بيبدأ يصير إلها ريتراكشن، ريتراكشن يعني انه هي بترجع للخلف، تبدأ ترجع هذه المنطقة، كل هذه المنطقة اللي هو ما فوق عظمة الترقوة، يعني فوق عظمة الترقوة تلاقيها المنطقة هذه كلها بتدخل لجوه، فبيبين صدره بيطلع لبره، فبيبين انه هو كصدر الحمامة، هذا بنسميها السوبرا كلافيكال فوسا، المنطقة هذه اللي هان تبدأ تدخل إلى جوه، بتبدأ تظهر عندي عظمة الترقوة، وبتبدأ تظهر إلى الخارج، فبيبدأ يحصل عند المريض بارليت شيست. وهذا طبعا زي ما حكينا إنه بيبدأ يصير في عندي كيفوسز أوف ذا سباين، بيبدأ ينحني إلى الأمام أو الدور زي الكيفوسز. المانجمنت إلها طبعا البرونكو دايليتور، لازم ياخد برونكو دايليتور بشكل سريع، وأهمهم زي الأمينوفيلين لازم يعملوا prevention and treatment of infection، يعني لو عنده أي المريض أي infection لازم نمنعها برضه، وكمان oxygen therapy و physical therapy للشيست، ممكن يبدأ يعمل له اللي هو طبعا البركشن للشيست، بحيث إنه لو في أي secretion
تطلع كل هذه السكريشن من البيشنت. هي دي الازمه، وهذه الازمه طبعا ممكن هي تعتبر موست كومون، موجوده بشكل كثير، وحالات يعني ليست قليله ممكن التي تعاني من الازمه. هو ليس مرض خطير، وزي ما حكينا هو كنترولابل، يعني ممكن احنا نتحكم فيه بحيث ان المريض ما يدخلش في اي ازماتيك اتاك. عباره عن كرونيك انفلاماتوري ديزيز في الاير واي، هايبر ريسبونسيفنس، بيبدا يصير عنده استجابه، يعني فرط في الاستجابه، يعني بيستجيب لاي ايريتانتس، لاي مهيج، لاي يعني لاي ايريتيشن او اي مهيج ممكن انه بتلاقيه بيستجيب له بشكل كبير، وبالتالي بيبدا يحصل عند المريض الازمه او الاليرجي بنسميها. يعني الازمه هي انه بيبدا يحصل عنده اليرجي، يعني بيصير عنده حساسيه من اي ايريتانتس بيتعرف عليه الجسم انه هو كايريتانتس، وبالتالي بيبدا يصير في عنده ريسبونسيفنس او هايبر ريسبونسيفنس. هيصير عنده ميوكوزال اديما، طبقه الميوكوزا الداخليه بيصير لها اديم، لما تورم هذه الميوكوزا ويصير لها اديما، بالتالي انا بيصير في عندي كونستريكشن للبرونكيال، وبيبدا يسند ميوكاس برودكشن، بيبدا يطلع برضه اللي هو برودكشن، بيبدا يطلع سكريشنز. ات افكت اني ايج جروب، هي ممكن تاثر على اي ايج جروب، يعني الازمه ما بنقولش انه مثلا تصاب الكبار اكثر من اللي هو يعني الجيرياتريك اكثر من الادلت، او اكثر من الجيرياتريك، هي ممكن تصيب الصغار قبل الكبار، لكن هي الان لاي عمر، ما فيش عمر معين. And is considered the most chronic disease of childhood. هي أكثر disease بيصاب اللي هو للchildhood. لأنه ما تكون الإميونيتي تبعتهم ضعيفة، مناعتهم قليلة، ما جسمه ما بيقدرش يقاوم كل الأليرجينز اللي بتبدأ يتعرض وبيدخل للجسم، فبالتالي يمكن إنه يكون عنده فرصة كبيرة إنه يصير عند اللي هو الchildhood، فترة الطفولة، إنه يصير عندهم الأزمة أو الأزمة تكتل. The main risk factor is allergy. زي ما حكينا دائما الأزمة هي allergy، حساسية، يعني ممكن يحصل عندي حساسية بأي سبب من الأسباب، سواء كان dusts، غبار، أو pollens، حبوب اللقاح، أو foods، أو أي مثلا smells، روائح، أو مثلا أي مثلا أي drugs، بعض الأدوية اللي ممكن تعمل patient allergies ويبدا يدخل فيها في ازمه كاتاك. Most of the airborne is seasonal، يعني عاده الايربورن يعني عن طريق الهواء بتكون فصليه، يعني تلاقي مثلا الازمه بتزيد عنده في فصل الشتاء او في فصل مثلا الربيع عند انتشار مثلا اللي هو البولنز، حبوب اللقاح، او في فتره مثلا الشتاء اكثر شيء. هاي اشياء ممكن يعاني فيها المريض من الازمه، فهي معتبرها انه هي seasonal، يعني بشكل موسمي. طبعا هو المريض انه بيبدا اول ما يصير عنده الايريتانت، هذا الايريتانت انت اعتبر انه هو دخل داست، بيبدا الجسم يتعرف انه هو فورين بادي وبيبدا يهاجم فيه. ما دام يا بدا الجسم يهاجم في هذا الايريتانت، بدا بالتالي يحصل عندي انفلاماتوري ريسبونس، استجابه مناعيه، وبالتالي انا بيصير في عندي انفلاميشن. هذه الانفلاميشن اصلا تعتبر استجابه مناعيه، صار عندي التهاب نتيجه الاستجابه المناعيه اللي حصلت. فمع الانفلاميشن بيصير عندي سويلينج اوف ذا ميمبرين، الميوكوزا ممبرين تبدا تنتفخ، بيقل الاير واي دايميتر، القطر الاير واي، قطر البرونكاي بتلاقيه بيقل، وبالتالي ممكن يصير عنده اوبستراكشن ويدخل في ديسني. الساين والسيمبتومز هيكون عنده كف وديسني وويزنج. اكثر صوت احنا دايما بنسمعه هو ويز تشيست، وحتى ممكن نسمعه من غير اي اوسكالتيشن او من غير اي ستيثوسكوب، من غير اي سماعه، ممكن انه يتم سماع الويز تشيست ويكون واضح، يكون هاي بيتش. موستلي اوكير اوف نايت، اكثر الاشياء اللي بتلاقيهم في فتره النايتس ممكن انه يحصل عندهم اللي هو الازماتيك اتاك. سام تايمز اوكير وذ ميوكاس برودكشن، برضه ممكن انه بعض الاحيان انه يكون عنده مع الازمه انه يبدا يعمل كافينج ويطلع ميوكاس. هايبوكسيميا مي اوكير وذ سنترال ساينوسز، يعني ممكن يصير عند المريض هايبوكسيميا في حال انه طولت عنده الازمه وما تمش له تريتمنت، انه يصير عنده هايبوكسيميا، اي ديكريز اوف اوكسجين ان ذا بلاد. وممكن انه يصير لو طولت هذه الهايبوكسيميا
انه يصير عند المريض سنترال ساينوسيس التي تكون ظاهرة في الليبس وفي التانك. وهذه قلنا انه دائما السنترال ساينوسيس تعتبر ليت ساينز اوف هايبوكسيميا. Diagnostic finding طبعا اهم شيء ان احنا يكون عندي family history، نشوف لانه ممكن يكون family history لها دور، ال ABG وال pulse oximetry انه ممكن بحيث انه نحدد قديش نسبة الاكسجين. عشان نعمل prevention لازم نشوف ايش ال cause of allergy. الان اصبح فيه tests بيعملوها عن طريق الدم، بيسحب سامبل عينة من الدم ومن خلال هذه العينة بيقدر يعرف لك كل الاشياء اللي هي ممكن تعمل allergy لل patient. يعني ممكن بيعرف لك الان لو في اي اليرجي من اي روائح، لو من اي فود، لو من اي دست، بيعطي تقرير كامل لكل مسببات الاليرجي لهذا البيشنت بحيث انه يبتعد عنها ويتجنب. Instruct the patient to avoid possible causative agent، برضه انه يبتعد عن اي اشياء ممكن تكون causative agent، يعني احد المسببات او عناصر مسببة لهذه الازمة. الميديكال مانجمنت لازم انتي انفلاماتوري ميديكيشن، لان الازماتيك اتاك بيخش بياخدوا بيصير عندهم انفلاميشن، فممكن انه ياخد اي حاجه انتي انفلاماتوري، كورتيكوسترويدز، بيتا ادرينرجيك دراج ممكن هاي يستخدموها، انه بتعمل برضه ممكن كدايلاتيشن اوف سموث ماسلز، وبرونكو دايليتور از امينوفيلين. لكن اكثر حاجه بتم استخدامها اللي هو البرونكو دايليتور زي الامينوفيلين او الفنتولين والكورتيكوسترويدز، هذول اكثر اثنين بتم استعمالهم في حالات الأزمة. الكومبليكيشن اللي هي الستاتس أزماتيكس، إنه يصير عنده على طول مستمر عنده أزمة، نيمونيا، وممكن يصير عنده أتالاكتسيز and dehydration. الأتالاكتسيز زي ما حكينا اللي هي الكولابس أوف ألفيولاي، وممكن يصير في عنده dehydration، يدخل المريض في diaphoresis كتير مع الأزماتيك أتاك، وبالتالي مع هذا الديافوريسيس مع العرق الكثير ممكن انه المريض يبدأ يدخل في الديهايدريشن. زي ما حكينا انه من ضمن المضاعفات اللي هو الستيتس ازماتيكس. الستيتس ازماتيكس هي عبارة عن اتاك اوف ازمة، عبارة عن بيبدأ يجي له نوبة الازمة وهي تستمر لأكثر من 24 ساعة. الازماتيك اتاك مفروض مجرد انه ياخد تريتمنت خلاص انه تروح هذه الازمة، لكن الآن هذا لو أن استمرت إلى أكثر من 24 ساعة يوم كامل قعد في حالة الأزمة، معناته أن هذه نسميها status asthmaticus. A treatment with a corticosteroids drug may be life saving، يعني ممكن هذول الحل الوحيد لهم أنه بيبدأ ياخد corticosteroids بشكل مكثف حتى أنه يتخلص من status asthmaticus. طبعا معروف أنه corticosteroids له side effect كثيرة، من أهمهم وهو المون فيس، بيصير وجهه كبير وبيبدأ يصير عنده يتكون أديبوز تيشو، بيبدأ الآن يعني جسمه يملأ ويصير مليان أكثر. Artificial respiration may be needed، ممكن يحتاج إلى تنفس صناعي، ممكن يتحط على ميكانيكال فنتليشن على جهاز تنفس صناعي. الكوز طبعا infection، ممكن أي التهاب أو أي infection حصلت عند المريض إنه تعمل لي إنه تبدأ تسبب لي هذه اللي هو الأزماتيك أو الأزماتيكا ستاتس أزماتيكاس. ممكن أنكزايتي، ممكن نيبولايزر أبيوز أند ديهايدريشن، يعني تعرض أو أخذ نيبولايزر بشكل كثير، ممكن يصير عند الجسم يتعرف إنه هي كـ فورين بادي ويبدأ يعمل ستاتس أزماتيكاس عند المريض، ممكن يصير عند ديهايدريشن، ممكن أيضا يسبب هذه الأزمة. الساينز والسيمتومز هيكون نفس الساينز والسيمتومز بتاعت الازمه، هي نفس الساينز والسيمتومز بتاعت الازماتيكس او ستاتس ازماتيكس. الفايندنج من الاي بي جي، الاي بي جي عشان احنا نعرف قديش نسبه الاكسجين عند المريض وقديش نسبه السي او 2، لانه مع الازمه في عنده برونكو كونستريكشن وبالتالي مش هيقدر ياخد بريثنج كويس، وبالتالي ممكن يصير عنده نقص في البارشال بريشر اوف ارتيريال اوكسجين ونسبه السي او 2 تزيد، فبالتالي لازم نعرف ان هو الاي بي جي. ممكن ياخد فنتولين وهو يعتبر زي ما حكينا برونكو دايليتور، موسع للشعب الهوائيه، كورتيكوسترويد اند اوكسجين ثيرابي، هذول هم اكثر ثلاث علاجات يتم استخدامهم في الازمه او الازماتيكاس او الستيتس ازماتيكاس. طيب هنتوقف الان عشان انه الفيديو الان اخذ المده المطلوبه منه، وهننتقل بعديها الى الاكيوت ريسبيراتوري فيلير.